الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات. أسعد الله مساءكم مشاهدينا، أهلا بكم في النشرة الجوية الخاصة بأمسية اليوم ونهار الغد 16 جويلية 2016، ونستهلها كالعادة بدرجات الحرارة الخاصة بهذه الليلة إن شاء الله، بحيث نسجل في حدود 19 درجة على وهران، 17 درجة بالجزائر العاصمة، 16 درجة راح نسجلوها بكافة المناطق الشرقية على عنبة بصة وخنشلة، 21 درجة بالجلفة والأغواط، 20 درجة على البيض والنعامة، 24 درجة بشمال الصحراء، 22 درجة على إليزي وعين أميناس، 28 درجة على بشار، 32 درجة راح نسجلوها بتندوف، 28 درجة ببرج بجي مختار وعين قزام، و29 درجة راح نسجلوها بوسط الصحراء على أدرار. بالنسبة للوضعية الجوية الخاصة بصبيحة يوم غد إن شاء الله، إذا بعد انقشاع الضباب الذي كان قد مس كافة المناطق الساحلية مع طلوع الفجر، تبقى الأجواء مشمسة وجميلة على باقي ومختلف ربوع الوطن، مع تطاير للرمال بوسط الصحراء وحتى على أقصى الجنوب الجزائري، هذا مع الظهيرة والنشاط الرعد يبقى يميز ويهم مرتفعات الهوغال والتاسيلي وحتى على أقصى الجنوب الجزائري. بالنسبة لدرجات الحرارة الخاصة والمسجلة لظهيرة يوم غد إن شاء الله، تبقى منخفضة نوعا ما خاصة على المناطق الساحلية، بحيث سنسجل في حدود 27 درجة فقط على عنابة، 29 درجة على الجزائر العاصمة، 28 درجة على وهران وتلمسان، 29 درجة على تبسة وخنشلة، 33 درجة حنسجلوها بالجلفة والأغواط، نفس المقياس على البيض والنعامة، 36 درجة حنسجلوها بشمال الصحراء، نفس المقياس على إليزي وعين أميناس، 45 درجة ببرج بجي مختار وعين قزام، 46 درجة عفوا أقول بأدرار، 41 درجة على بشار لتصل إلى 48 درجة بتندوف كأعلى مقياس. للملاحة والصيد البحري مشاهدينا، البحر سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب، هذا على كافة شواطئ الوطن، بين شواطئ بني صف وهران جزائر العاصمة سكيكدا، وصولا إلى شواطئ عنبة والقالة، وهذا تحت تأثير رياح تكون شمالية شرقية سرعتها قد تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. نطوي نشاطنا الجوية بالمعلومات الفلكية التي تهم الجزائر العاصمة وما جاورها، بحيث شروق الشمس سيكون بإذن الله تعالى على الساعة 5:41، أما الغروب راح يكون بتمام 8:06. كل هذا والله أعلم، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء. الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات.